وبشر الصابرين وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر
العليم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره، فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حان الآن موعد أذان الظهر ليوم الجمعة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. حقا وصدقا لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فبعد أن رفع لنداء الحق من مسجد المشير حسين طنطاوي بمنطقة التجمع بالقاهرة، وتأتي صلاة جمعة الجمعة اليوم، ونحن نحتفل ونحتفي بيوم الشهيد والمحارب القديم. فشهداء هم أحياء عند ربهم يرزقون،
ويكفي الشهيد منزلة أن ذنوبه تكفر بأول قطرة من دمه، وأن الشهداء يتمنوا لو عادوا إلى الدنيا ليستشهدوا في سبيل الله مرة أخرى لما رأوا من عظيم منزلة الشهادة وعظمها، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء غير الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. فإن للشهداء فضلا لا تحتويه العبارة ولا تحده الإشارة، ولهم منازل من النعيم الخاص الممدود من الله واهب الخيرات للمحسنين، ذلك أنهم استرخصوا أرواحهم فداء لدينهم وثوابتهم، وقدموا لله كل شيء، لم يأخذوا من دنيا الناس شيئا، إنهم هم المثل الأعلى والمثل الباقية والقدوات الماثلة للأجيال القادمة المؤمنة، وهي تخطو نحو النصر لبناء الأوطان في كل مرحلة، ولهذا فقد ربح بيع نفوسهم لمن ولاهم. وكما نرى مع حضرتكم فضيلة الشيخ السيد عبد الباري الدكتور السيد عبد الباري عتلي درجات المنبر لإلقاء خطبة الجمعة بعنوان قيمة التضحية في سبيل الله ومنزلة الشهادة وفضائل الشهداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل،
وأصلي وأسلم على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فسهل علينا أمورنا يا رب العالمين. أما بعد، إخوتي الكرام، فلكل أمة من الأمم أيامها التي تتباهى بها بين لداتها من الأمم، ولكل شعب من الشعوب ساعاته التي يتفاخر بها بين أقرانه وأترابه من الشعوب، وللأمة المصرية أيام لا تنسى وتاريخ لا يمحى، وإننا في هذا اليوم الأغر الميمون المبارك نحيي يوماً من أيام هذه الأمة الكريمة الموسوم بيوم الشهيد. ومبعث إحيائنا واحتفالنا واحتفائنا بهذا اليوم الكريم هو العزيمة الوطنية وشحذ الهمم للأعمال الصالحة العظيمة المرضية، وحمد مولانا رب البرية أن وهب الأمة الميمونة على طول تاريخها أبطالاً عظاماً وقادةً كراماً، وهبوا الأمة أنفسهم وأرواحهم، ثم هو خطوة على بناء الوعي والتثقيف لأجيالنا الناشئة، لأبنائنا من أبناء هذا الجيل الكريم، ليتعرفوا على بطولات آبائهم المجيدة وصولات وجولات أجدادهم الفريدة. قال الله تعالى: لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. ثم هو يوم من أيام الله، وقد أمرنا بإحياء أيام الله. قال الله لكليمه موسى عليه السلام: أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إخوتي الكرام، للشهيد عند الله منزلة كريمة ومكانة عظيمة لا تعدلها مكانة، إي والله لا تعدلها مكانة. فالشهداء هم أنبل بني البشر على الإطلاق بعد السادة الأنبياء والمرسلين، والوحي الإلهي الممجد مشحون بالآيات الكريمة والأحاديث الشريفة والآثار المنيفة التي تدل على ذلك. راجع إن نشط إلى هذا، ولكني أكتفي لضيق المقام بذكر قول ذي الجلال والإكرام: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فمن تعاجيب ربنا أن أنفساً وهبها وخلقها وأموالاً أعطاها، ثم لما علم ضعفنا وبخلنا
رضي ببذلنا لها فاشتراها منا، هو خلقها وهو وهبها ثم رضي ببذلنا فاشتراها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. إن هذه الآيات الكريمة تدل دلالة قطعية على أن الأعمال الصالحة تتفاوت فيما بينها من حيث المثوبة وعظم الأجر، فما يعود نفعه على البشرية والإنسانية خير ألف ألف مرة من الأعمال الفردية الشخصية، وكله خير، لكن ما يعود نفعه على الآخرين هو خير آلاف آلاف المرات. ودل على ذلك الشرع والعقل والواقع والتجربة والمشاهدة. فاجأ النبي صلى الله عليه وسلم أمته، أقول فاجأ النبي أمته صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا أنبئكم بأفضل من ليلة القدر؟ فكأني بالصحابة قد جثوا على ركبهم: جل لنا يا رسول الله، صف أب وأفصح يا رسول الله، هل هناك ليلة هي أفضل عند الله من ليلة القدر؟ وقد نزل التنزيل الممجد بفضلها وشهد بشأنها، وقال: ليلة القدر خير من ألف شهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حارس حرس في أرض خوف لعله ألا يرجع إلى أهله، رجل وقف لحراسة الأوطان وصيانة الأديان، فحدثته نفسه في ساعة حراسته ورباطه: لعلها ليلتك الأخيرة، لعلك تلقى الله الليلة، لعل ساعتك أيها المرابط هي الساعة النهائية في دنيا الناس. فما زاده التفكير إلا عزيمة وإصرارا على المضي، حارسا للأوطان، صائنا للأديان. قال المصطفى العدنان: ليلته هذه عند الله خير من ليلة القدر. حراسة الأوطان وصيانة الأديان خير عمل تتقرب به إلى الله. فكونوا أيها البواسل على ثبات دائم، وضعوا أمام ناظريكم وأمروا على صفحات قلوبكم: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم كونوا أوفياء لهذه الدماء، كونوا أوفياء لدماء من سبقونا، فالله الله في دمائهم، فوالله لولا هذه الدماء الزكية ما سعدنا في أوطاننا الآن، ولا أمنا في مجتمعاتنا. هم فدوا الأمة بأرواحهم ومهجهم لنسعد من بعدهم، فاخلفوهم في أهليهم وذويهم وأبنائهم، وتمثلوا خلق النبوة الكريم. فإن المصطفى العظيم صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء وإمام الأوفياء، كم كان وفياً لأمته ودينه وبلاده. سلوا بدراً وأحدا، سلوا الخندق ومؤتة، قدم أهله عند المغارم وأخرهم عند المغانم، إن كان المغرم تقدم وإن كان المغنم تأخر. وهذا ما تمدح به المرتضى علي فقال: محمد النبي أخي وصهري، محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وعرسي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمدا ولداي منها، فمن منكم له سهم كسهمي؟
أمهل رسول الله آل جعفر أخوه من الرضاعة وابن عمه وأخو علي الكبير، أمهلهم 3 أيام بعد استشهاده يوم مؤتة، ثم أتى إليهم قائلاً: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، أين أبناء أخي؟ فجيء بهم وقد خلف جعفر رضي الله عنه محمداً وعبد الله وعونا، خلف 3 من الأولاد: عون ومحمد وعبد الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الحلاق؟ فجاء الحلاق فحلق رؤوسهم، جيء بهم كأنهم أفرخ صغار كالفراخ الصغار، شعر ضعيف، أجساد نحيلة، يبكون على أبيهم وعائلهم. قال: فحلق رؤوسهم، ثم أقبل النبي عليهم فشمهم وقبلهم وقال: أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي. ثم أخذ بيد عبد الله فأشالها وقال: اللهم أخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. جاءت أسماء بنت عميس أرملة الشهيد فحكت للنبي يتم أولادها، فعرف الذكي الزكي الألمعي ما يدور بخلدها وما أتى في رأسها: إن كان جعفر قد سبقنا إلى الله فمن لنا يا رسول الله؟ للأيام دورتها وللزمان غدرته، من لنا يا رسول الله؟ فطمأنها النبي وطمأن مثيلاتها على مر الدهور: يا أسماء، العيلة تخافين عليهم؟ أنت تخافين الفقر على أبناء الشهيد؟ أنا وليهم في الدنيا والآخرة، هم في ساحة أماني وباحة اطمئناني، لا تخاف الضيعة، هم في ذمتي، أنا وليهم في الدنيا والآخرة. ألا ما أجمل الوفاء، ألا ما أجمل الصدق والإخاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، وفي ختام كلمتي أيها السادة الأكارم، أذكر حضراتكم برسالة لإمام المسلمين في زمانه وأوانه، عبد الله بن المبارك المجاهد الفقيه المحدث، الذي نذر نفسه في آخر حياته للدفاع عن الأديان والأوطان، فرابط بطرسوس، بعث برسالة إلى أخيه شيخ الإسلام والزاهدين الفضيل بن عياض أبي علي، وعلي كان من الأتقياء، فلما توفي انقطع الفضيل متردداً بين الحرمين الشريفين حتى لقب بعابد الحرمين، لقبوه بأنه عابد الحرمين، يتردد بين الحرمين وأخوه الإمام البطل عبد الله بن المبارك على الحدود والثغور، فأرسل إليه رسالة لطيفة يعلمه بمكانة هذه من تلك، والكل على خير، لكن أنى لنور السها من شمس الضحى، أين للعابدين المنقطعين المتبتلين في المساجد ولو كانوا في الحرمين الشريفين من الأبطال الذين يعيشون في حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء للدفاع عن الأوطان؟ أن هؤلاء من أولئكم. فأرسل الإمام قائلاً للإمام: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم، ضعوا ما تشاءون من أنواع الطيب على أجسادكم وملابسكم وأنتم في الحرمين، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب: لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ
ودخان نار تلهب. هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت. هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبالسر الكامن فيها اقض لأهل مصر حوائجهم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة قوة وعافية ومدد، تحفظ بها الروح والجسد، وتحمي بها المال والأهل والولد من شر الضر والعين والحسد، صلاة لا يقدر بها على جيشنا أحد، صلاة لا يقدر بها على جيشنا أحد. يا مولانا خذ بأيدينا من الضلال إلى الرشد، بحق قولك الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. اللهم وفق الراعي والرعية، اللهم احفظنا من كل شر وبلية، اللهم صب شآبيب رحمتك على أرواح الشهداء، واخلفهم في أهليهم وذويهم يا رب العالمين، ورب لهم أولادهم يا كريم، صن بلادنا من كل مكروه وسوء، اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا، اعتدلوا. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. الله سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يا رب. يا رب. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وقد فرغ المصلون من أداء صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة حيث كانت موضوع خطبات اليوم عن منزلة الشهادة في سبيل الله وفضائل الشهداء. حضر صلاة جمعة هذا اليوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرار الرئيسية ولفيف من قيادة الشرطة المدنية وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود ووزير الأوقاف ومفتي الديار المصرية وسيد وزير الداخلية وعدد من الوزراء والمحافظين ومحافظ القاهرة. مشاهدينا الكرام لولاهم ما كنا هنا. إنهم الشهداء الأبرار لولاهم لكانت مصر والوحدتها واستقرارها ونهضتها الحديثة. فلولا تضحية الشهداء والدماء الطاهرة الزكية التي سالت فداء لأمن الوطن ما كان يمكن توفير المناخ الآمن المستقر لمصر لتنطلق نحو تحقيق التنمية الشاملة التي تجري في ربوع الوطن. وفي يوم الشهيد تتلاقى تضحية أبناء الوطن مع مفاخر مجدهم. ف
فالاحتفال بيوم الشهيد ليس مناسبة لتجديد الأحزان، فهذه الذكرى العطرة للتأكيد على فكرة العطاء من دون مقابل والتضحية بالروح من أجل كرامة الوطن، لأن هذا اليوم المجيد يؤكد عظمة القوات المسلحة وعظمة رجالها حماة الوطن من خلال وجود القائد مع جنوده على جبهة القتال، حيث قدموا أرواحهم فداء لمصر من أجل أن يعم السلام وأن تكون قوية وعصية في مواجهة أي تحديات ومؤامرات مستمرة لا تنقطع ولا تتوقف في الداخل والخارج، بل تتخذ أشكالا وعناوين مختلفة مع الزمن، والهدف هو الدولة المصرية، ولكن هيهات أن ينالوا من وطننا الغالي. بفضل اتحادنا وقوتنا ووحدتنا مع بعضنا البعض جنبا إلى جنب مع قواتنا المسلحة وشرطتنا المدنية ورجال مصر البواسل الذين يدافعون عن الوطن وعن مجده ويذودون عن ترابه. مكانة الشهيد على مر العصور هي مكانة عظيمة ومنزلة كبيرة، فالشهداء ليسوا أمواتا إنما هم أحياء عند ربهم يرزقون، ويكفي الشهيد منزلة أن ذنوبه تكفر بأول قطرة من دمه، وأن الشهداء يتمنون لو عادوا إلى الدنيا ليستشهدوا في سبيل الله مرة أخرى لما رأوا من عظم منزلة الشهادة، فإن الشهداء فضلا لا تحتويه العبارة ومن الصعب وصفه، ولهم منازل من النعيم الخاص الممدود من الله واهب الخيرات للمحسنين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. نشكر لحضراتكم حسن المتابعة، وقد نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة والتي تتواكب مع ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم. والتي تتواكب مشاهدينا الكرام مع الاحتفاء والاحتفال بأصحاب المكان العالية في جنة الخلد شهداء الوطن. فهناك رسالة من كل شهيد بطل خاصة بها من يأتي بعده، نتذكرها في يوم الشهيد. مفادها أن علينا الانتباه على سلامة الدولة المصرية، وعلى أن ترابها المقدس، وأن الحفاظ على الاستقرار والتنمية واجب وطني وشرعي، وأن التضحية بالروح والدم ثمن قليل من أجل مصر ومن أجل التنمية التي نعيشها الآن. فما قدمه الشهيد بالدم والروح هو غال غال، قدم نفسه وروحه لكي تصبح مصر آمنة مستقرة. فتحية لأرواح الشهداء الذين ضربوا أروع الأمثلة في الزود عن هذا الوطن والدفاع عنه. وكما نشاهد مع حضراتكم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يصافح عدد من كبار رجال الدولة بعد أن فرغت وانتهت الصلاة.